أود أن أهنئكم بقرب حلول هذا الشهر الفضيل، رجيا أن يحفظ، رجي الله تعالى أن يحفظ بلداننا وأمتنا من كل مكروه. اجتماعنا اليوم مهم، فهو فرصة للتباحث في مسار الشراكة الاستراتيجية القائمة منذ 2011 بإرادة من جلالة الملك وإخوانه، والنظر في كيفية تطويرها. ومن جهة أخرى فهي مناسبة للتشاور والتنسيق حول قضايا إقليمية في ظل استمرار العدوان الإسرائيلي على غزة، وكذا التهديدات المرتبطة بالتدخلات الخارجية السلبية في شؤوننا العربية، والتهديدات التي تشكلها الجماعات الانفصالية المهددة لوحدتنا الترابية. إن العلاقات المغربية الخليجية تميزت على الدوام بالروابط العميقة والوشائج الأخوية الوثيقة التي تعبر عن التواصل والترابط الأخوي القائم بين جلالة الملك محمد السادس وإخوان أصحاب الجلالة والسمو ملوك وأمراء دول الخليج. وتعد هذه العلاقات نموذج مشرف يقتدى به في العلاقات بين الدول العربية، وهي علاقة مستقرة يطبعها التنسيق التام سواء على الصعيد الثنائي مع كل دولة من دول الخليج الست، أو على الصعيد المتعدد الأطراف في المحافل العربية. وشكل خطاب جلالة الملك في قمة الرياض المغربية الخليجية لسنة 2016 في أبريل والبيان الذي صدر عن تلك القمة محطة فاصلة ومرجع لعلاقتنا. ففي خطاب الرياض أكد جلالة الملك أنه رغم المسافات الجغرافية التي تفصل بيننا توحدنا، والحمد لله، روابط قوية لا ترتكز فقط على اللغة والدين والحضارة، وإنما تستند أيضا على التشبث بنفس القيم والمبادئ وبنفس التوجهات البناءة. ففي الشراكة المغربية الخليجية، يقول جلالة الملك، ليست وليدة مصالح ظرفية أو حسابات عابرة، وإنما تستبد قوتها من الإيمان الصادق بوحدة المصير ومن تطابق وجهات النظر بخصوص القضايا المشتركة. واليوم هناك مناسبة بعد أن بلغت هذه الشراكة درجة من النضج لتطوير إطارها المؤسساتي وآليات عملها ومحتواها الاستراتيجي، وهو ما أنا يمكن أن نتشاور فيه في هذا اللقاء. إخواني، نعقد هذا الاجتماع في إطار سياق إقليمي خاص يتميز بالعدوان الإسرائيلي على غزة، وهي مناسبة للتأكيد بالمواقف الثابتة لجلالة الملك رئيس لجنة القدس والداعية إلى وقف فوري لإطلاق النار وإلى إيصال المساعدات إلى ساكنة غزة وإلى إطلاق عملية سياسية تفضي إلى إقامة دولة فلسطينية. كما أن هذا الاجتماع سيكون مناسبة للتباحث حول التهديدات الأخرى التي تجمعنا، سواء منها المرتبطة بالتدخلات في شؤوننا أو تلك المرتبطة بالتهديدات الانفصالية وعلاقتها بالجماعات الإرهابية والإجرامية. أتطلع إلى نقاشات كالعادة إيجابية وبناءة بيننا في إطار هذا الاجتماع، وشكرا لكم مرة أخرى على هذه الدعوة.